بلغ إجمالي الموارد المحلية والمشتركة بمحافظة صنعاء خلال العام الماضي 801 مليون ريال، بنقص 739 مليون و102 ألف ريال عن العام 2014. وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للموارد المالية بالمحافظة أن إجمالي الموارد المحلية الجارية بلغ 470 مليون و451 ألف ريال، بنقص 75 مليون و562 ألف ريال عن 2014. وبعجز بلغ 467 مليون و645 ألف ريال عن الربط. ولفت التقرير إلى تدني الموارد المحلية وحصة الموارد المشتركة بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار. ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية كمية من الحشيش على متن أحد القوارب التي تعمل في تهريب المخدرات والاتجار بها بساحل النخيلة بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة. أوضح مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية ضبطت 80 كيلوغرام من الحشيش كانت مخفية في جسم القارب. وأشاد المصدر بيقظة رجال الأمن واللجان الشعبية في اكتشاف كمية الحشيش وضبط 5 من المهربين وسيارة تابعة لهم. بلغ إجمالي الخدمات المالية لفرع الهيئة العامة للبريد بمحافظة صنعاء خلال العام الماضي 45 مليار و787 مليون و104 آلاف ريال، في حين بلغ عدد العمليات 1,325,479 عملية. وأوضح تقرير صادر عن بريد محافظة صنعاء أن جملة الحوالات الصادرة بلغت 1,773 مليون و575 ألف ريال، فيما بلغ إجمالي الحوالات المدفوعة 1,854 مليون و491 ألف ريال. وأشار إلى أن إجمالي المعاشات التقاعدية وأسر الشهداء بلغت 5,765 مليون و701 ألف ريال. تراجعت أسعار النفط في العقود الأجلة اليوم مع زيادة المخاوف جراء تخمة المعروض وارتفاع الدولار وانخفاض أسواق الأسهم الآسيوية. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الأجلة تسليم يونيو 23 سنتا إلى 40.10% دولار للبرميل، كما تراجع الخام الأمريكي 33 سنتا إلى 38.1% دولار للبرميل الواحد. ونزلت الأسعار في الأونة الأخيرة في ظل أحجام تداول محدودة ومخاوف من تخمة المعروض قبيل اجتماع منتجي النفط المزمع انعقاده في الدوحة في 17 من أبريل الجاري للاتفاق على تثبيت المحتمل للإنتاج وصعود الدولار.